أسعد الله أوقاتكم. هناك شخصيات غامضة في تاريخ المغرب، وأقول تاريخ المغرب المعاصر، أو يلفها الكثير من الغموض دون أن يعمل الإعلام على تسليط مزيد من الأضواء عليها. من بين هذه الشخصيات زوجات الإنقلابيين وأدوارهم، دون أن نجد دراسة تاريخية مستفيضة في إطار المزج بين التاريخ الاجتماعي والتاريخ السياسي. السيدة خديجة بنونة زوجة الكولونيل محمد أعبابو، والذي قاد المحاولة الإنقلابية الفاشلة في 10 يوليوز 1971. خديجة بنونة تعتبر علبة من الأسرار والخفايا والألغاز بحكم قدرتها التواصلية وعلاقتها العديدة والمتشعبة مع زوجات الضباط والجنرالات التي كانت تعرفهم بشكل شخصي في العديد من المناسبات التي حضرتها ما بين 1953 إلى سنة 1971. والسؤال، من تكون خديجة بنونة؟ وإلى أي أسرة تنحدر؟ وكيف كانت قصة ارتباطها بمحمد أعبابو؟ وما هي الأدوار التي قامت بها على المستويين المهني والأسري؟ وهل كانت بالفعل كما يقال كاتمة للأسرار، وتشابكت أقدارها مع أفكار محمد أعبابو التورية؟ أسئلة نطرحها للغوص أو للبحث فيما تبقى من بقايا التاريخ الاجتماعي وصولا للتاريخ السياسي. لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا، فللحكاية أكثر من نافذة وأكثر من معنى ودلالة. على غرار الكثير من الأسر المغربية في النصف الأول من القرن العشرين بتزويج أبنائهم مع سن البلوغ أو مع سن 18 أو 19، كان قدر محمد أعبابو أن يلتقي بشابة خديجة بنونة وهي في ريعان الشباب، وبمباركة البنونة المنخرطين في الجيش، وكذلك بمباركة والد محمد أعبابو الذي كان يشتغل شيخا في قرية إبورد بتازة، تم عقد القران. كان محمد أعبابو شابا ذكيا يبحث عن فرص لإبراز قدراته، بينما كانت خديجة بنونة قد اشتغلت معلمة. وبحكم التقارب في العمر وكذلك يعني في تطور هذه العلاقة، أنجبت بين 1953-1969 أربعة أطفال، أصغرهم مريم أعبابو التي كان عمرها 3 سنوات زمن الانقلاب. انتقلت الزوجة مع محمد أعبابو من وجدة إلى الحاجب ثم إلى مكناس، حيث سيشتري محمد أعبابو فيلا هناك. وبعد أن صعد نجمه في تنظيم الجيش في الحاجب ثم في المدرسة العسكرية في هرممو، وكذلك ذهابه إلى فرنسا والعودة إثراء تدريب عسكري، وأصبح له وزن اعتباري مهم داخل الجيش، وأصبح له راتب مهم، أصبح في غنى أن تشتغل زوجته، ولذلك قدمت استقالتها من التعليم بمكناس وتفرغت لرعاية أطفالها، وهي مسؤولية كبيرة وجسيمة. في إطار انشغال الكولونيل محمد أعبابو بمدرسة هرممو العسكرية، يوضح محمد الرئيس في كتاب ذهب وإياب إلى الجحيم أن محمد أعبابو
لم يكن يرغب في البقاء طويلا بهرم أمه، وكان يتجر بسرعة، لهذا كان يرتاد كثيرا إلى فاس ومكناس، رغم أنه كان أبا لأربعة أطفال، فقد كانت له أربع عشيقات رسميات كن يأتين بالتناوب للترفيه عنه ومنادمته عندما يكون مجبرا على ملازمة المدرسة العسكرية. وهذا لم يمنعه، يضيف محمد رئيس، من الاستيقاظ مبكرا والإشراف على الأعمال الجارية أو بمراقبة التدريب يعني التي تقوم بها المدرسة. للإشارة، هناك الكثير من الأوصاف والنعوت التي يصفه محمد الرئيس، يصف الكولونيل محمد عبابو بالكثير من الأوصاف والكثير من النعوتات. ما لم يكن في الحسبان أن السيدة خديجة بنونة بدأت تعاني من مرض الكلي، وهذا ما يوضح منادمات محمد عبابو مع الكثير من العاشقات بالمدرسة العسكرية للتخفيف عنه. وهنا ستبدأ خديجة بنونة رحلة علاجاتها الطويلة داخل المغرب، وكذلك الذهاب إلى فرنسا. أكيد أن التقارب بين خديجة بنونة ومحمد عبابو سيبوح لها الكثير من الأسرار عن المحاولة الانقلابية. ففي يوم 9 يوليوز بالضبط 1971، بعدما أعطى الكولونيل محمد عبابو تعليماته وترتيباته للجنود والضباط بالمدرسة العسكرية للاستعداد ليوم الموعود، غادر المدرسة متجها إلى مكناس لقضاء الليل مع زوجته وأبنائه من أجل، وكانت يعني خديجة تستعد في اليوم الموالي يوم 10 السبت 10 يوليوز 1971 للسفر إلى فرنسا، وهنا مفارقة كبيرة من أجل إجراء عملية للكلية. وقد كلف أخاه عبد العزيز بمرافقتها إلى مطار الرباط سلا، ومن ثم الالتحاق به ببوقنادل. كان هذا آخر لقاء محمد عبابو بزوجته، تبادل فيه الكثير من الأحاديث، وكان متيقنا حد الاقتناع بنجاح المحاولة الانقلابية بعد الضمانات الكبيرة التي قدمها له الجنرال المذبوح قبل أن يسوء الوضع. من طبيعة الحال نعرف النهاية، سيفشل الانقلاب ويقتل محمد عبابو على يد رفيقه عقا، وأول عمل ستقوم به يعني الدولة، ستأتي فرقة من الدرك الملكي إلى فيلا محمد عبابو بمكناس، وتخرج العائلة وتصادر جميع الوثائق والصور، سواء كانت صور عائلية أو كل شيء ستصادره، وما وجدت داخل البيت المنزل. ستعود خديجة بنونة إلى المغرب، سيتم استنطاقها رفقة أبنائهم حول معرفتهم بمخطط الانقلاب، وكذلك بالأجواء المرافقة له، وعن أصفارها المتعددة إلى فرنسا، والكثير من الأشياء في هذا السفر. ولكن من الصدف الغريبة أنه بعد 6 أشهر بالضبط ستفارق خديجة بنونة الحياة، حاملة معها علبة سوداء من الأسرار الكبيرة والمهمة، على اعتبار أنها كانت تمتاز بشخصية مرحة، وكانت لها قدرة على التواصل، وكانت تحضر في العديد من اللقاءات وتتواصل في الكثير من اللقاءات مع زوجات الضباط والجنرالات، وتعرفهم معرفة شخصية، وتتكلم اللغة الفرنسية بطلاقة كبيرة، تاركة وراءها 4 أطفال يتامى، آخرهم مريم عبابو
التي أصبحت أستاذة، وستلتقي مع محمد السادس خلال الثمانينات، وسيكون لقاء مطول بينهما. من طبيعة الحال مريم عبابو مصرة على فكرة أساسية، أن والدها كان بطلا، وهي فخورة به كإنسان تنكر لذاته من أجل فكرة. نأتي على نهاية حلقتنا، كل الشكر لدعمكم وتفاعلكم وكذلك تعليقاتكم وتوضيحاتكم وكذلك الكثير من التنبيهات، وإلى لقاءات متجددة بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.